أهلا بكم من جديد. مقاطع إباحية يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باختلاف أسباب انتشارها، خاصة مع التطور الذي يشهده العالم من الناحية التكنولوجية. نشر تلك المقاطع وتبادلها سيجعلنا نفكر بكيفية تعامل القانون مع هؤلاء الأشخاص وما هي العقوبات التي ستقع عليهم. في عام 2010 استحدث قانون أنظمة المعلومات باعتباره حجر الأساس لتجريم ومكافحة الأعمال الجرمية الإلكترونية. اليوم ينضم إلينا أستاذ التشريعات الإعلامية والأخلاقية دكتور صخر الخصاوني ليطلعنا عن كل ما يخص هذا الموضوع. صباح الخير. صباح الخير لك ولكل المشاهدين، وصباح الخير للوطن الجميل. ما هي الأسس التي عليها يتم الاستناد بالقانون الأردني عندما يتم التعامل مع القضايا التي تختص بنشر المواد الإباحية عبر التطبيقات الإلكترونية؟ بداية نصحح معلومة، أنه إحنا الذي يحكم النشر أو بحكم الجرائم الإلكترونية هو ليس قانون المعاملات الإلكترونية، هو قانون الجرائم الإلكترونية. نعم. الساري لعام 2016. هذا القانون بيعمل على بالنص على الأفعال التجريمية التي يمكن أن ترتكب من خلال شبكة المعلومات أو التطبيقات الإلكترونية أو من خلال أي وسيلة من الوسائل الإلكترونية. فمن ضمن هذه القضايا التي نص عليها المشرع الأردني في قانون الجرائم الإلكترونية هي نشر الأعمال الإباحية أو جرائم الإباحة الجنسية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال استخدام شبكات المعلومات. قانون الجرائم الإلكترونية أخذ بعين الاعتبار أنه نشر الأعمال الإباحية يشكل جريمة، هذه الجريمة يعاقب عليها القانون، قد تكون العقوبة لغاية الحبس لغاية سنة، لكن أخذ بعين الاعتبار أيضا استخدام هذه الشبكة من أجل ترويج الأعمال الدعارة أو ترويج إلى أعمال أكبر، فبالتالي يشدد العقوبة. والأهم من ذلك بأنه أخذ بعين الاعتبار فئة الأطفال اللي أقل من 18 سنة أو فئة الناس اللي عندهم قصور عقلي ويتم استغلالهم من خلال هذه الشبكات. يعني الاستناد القانوني ضمن أي قانون؟ قانون الجرائم الإلكترونية في المواد 9 و10 من قانون الجرائم الإلكترونية. وأيضا إذا لم يكن هنالك نص فنطبق أحكام القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات الأردني بدلالة نص المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية. طب ما هي العقوبات التي تقع على كل من ينشر المواد الإباحية على مواقع الإلكترونية؟ العقوبات هي تتراوح بالحبس من 3 أشهر وبتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة. خلينا نفصلهم. نعم. بداية إذا كان نشر مواد إباحية بدون في استغلال فهي بتكون من العقوبات اللي عقوبتها الحبس من 3 أشهر إلى سنة. إذا كان القصد من استخدام هذه المعلومات الإباحية أو الصور كويس هو استغلال أعمال الدعارة فبتصير الحبس لغاية 2 سنين. لكن المشكلة الكبرى هي ليست الفكرة، مش بأنه أنا كيف شو اللي بنحكي فيه، أنه هي إيش هي مضمون المواد الإباحية. إذا كان في استغلال وكان في مساس بالعورات كويس فهي أصبحت من جرائم الهتك العرض الإلكتروني، فبتكون عقوبتها بالأشغال الشاقة المؤقتة بتكون عقوبتها من 3 سنوات إلى 20 سنة. وحسب النص الوارد في قانون الجرائم الإلكترونية وأيضا في قانون العقوبات. اللي أنا حاب أحكيه في هذا الموضوع بداية إيش المقصود بالأعمال الإباحية وليش عم يستغلوه؟ مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت كما هو فيه خير فيه شر، في ناس بتعمل على استخدامه إلى أغراض غير شرعية أو غير قانونية. الموضوع اللي أنا حابب أحكي فيه مش لأنه هي المصطلحات شوي بتكون صعبة، المصطلحات صعبة يعني، وخاصة لو نحكي على الهواء. اولا يجب عندما نقوم بالتصوير وخاصه بالتصوير يجب انه ناخذ بعين الاعتبار ان الصوره لها حرمه وبالتالي يجب الحفاظ على الحياه الخاصه للمواطنين. استغلال الصور واعاده نشر الصور وخاصه بالصور اللي بتكون فيها خادشه للحياء العام يشكل جريمه يعاقب عليها القانون. اذا دخلنا في ابتزاز الصور او ايضا يعني دخلنا في صور في مساس في العورات وبالتالي ايضا هي تشكل من جرائم اللي يعاقب عليها القانون وبتكون عقوبات مشدده. فلذلك هذا جانب. الجانب الثاني الولوج الى المواقع الاباحيه المتعلقه بالاستغلال الجنسي للاطفال حتى المواقع العالميه، يعني مجرد في مواقع مرخصه
المواقع المرخصة لا تعني أنه لا تعني استغلال الأطفال لأقل من 18 سنة. استعمال هذه الدخول إليها والبقاء فيها وتنزيل وتحميل هذه الأفلام وإعادة نشرها وكأنني أنا مرتكب الجريمة ذاتها. فبالتالي يعني ممكن يكون فيديو أو صورة منشورة وما في عليها مشاكل، يعني منشورة وفيها استغلال يمكن جنسي للأطفال فرضا، هذه شرط للأطفال. أنا إذا بحكي الآن للأطفال، لا أنا بحكي للأطفال. نعم. إذا دخلنا على هذه المواقع وعملنا على تحميل المواد، أنا ارتكبت جريمة يعاقب عليها القانون. حتى لو قمت بس فقط في تحميلها، أنا مرتكب لجريمة من جرائم الاعتداء على الأطفال جنسيا، حتى لو كانت منشورة على الإنترنت على موقع، هذا الموقع مخالف وأنا دخلت أيضا وعملت على تحميلها. إذا أعدت نشرها أيضا ظهرت الجريمة إلى حيز الوجود، وبالتالي أصبحت عرضة للعقوبة عالميا والملاحقة عالميا من قبل الأجهزة العالمية. العالمية؟ نعم. وأنا ما بحكيش، أنا بحكي جرائم إلكترونية من الجرائم العابرة للقارات، جرائم الإباحة الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال من الجرائم اللي بيتم ملاحقتها في كل العالم، وبالتالي من الأخطاء اللي بقع فيها الناس الدخول إلى هذه المواقع. نعم. وتنزيل هذه الصور أو الفيديوهات ومن ثم إعادة نشرها أو عدم إعادة نشرها. فبالتالي قد يكون هذا الشخص عرضة للملاحقة من قبل الأجهزة في العالم. طيب بدي أسأل عن نقطة لما أنزل الصورة، شخص نزل الصورة لأغراض مرضية في نفسه أيا كان، صورة فيها أطفال تمام، بس هو نزلها فقط على جهازه، يحاسب؟ إذا نزل الصورة، إذا نزل الصورة هاي من أو الفيديو، أو الفيديو هو ارتكب جريمة، لأنه هي هاي الصورة أصلاً يعني يفترض أن لا تكون موجودة، أن لا تكون موجودة. لكن الآن هذه الصورة في الإثبات هي موجودة عندي على جهازي. نعم. إعادة استخدامها ظهرت الجريمة إلى حيز الوجود، لكن فعلياً قانونياً تحميل الصورة المخالف الأحكام القانونية هي جريمة بحد ذاتها. طيب المكان اللي تم التحميل عليه إذا كان خاص أو عام، إذا كان موقع يعني مثلا ممكن أنزلها على الماسنجر، ممكن كل القانون الجرائم الإلكترونية بيحكي على الجريمة الوسيلة المرتكبة، سواء كانت شبكة سواء كان تطبيق شو ما كانت. فبالتالي طيب. فبالتالي الماسنجر، الواتساب، الفيسبوك كلياتها وسائل نشر إلكترونية. إذا جرت الجريمة الإلكترونية عليها بنفس التطبيقات اللي بتتم بجرائم الذم والقدح الإلكتروني نفس الشيء. طب من لما بيتم نشر فيديو إباحي إن كان مصور على تليفون أو تحميله، من وين ببلش البحث؟ ببلش البحث من حيث الصورة التي ظهرت مباشرة. فبالتالي إنه كل يعني مجرد ما تم النشر كويس تعتبر الجريمة ارتكبت، فبتم يبدأ التحقيق من هذه النقطة وإعادة النشر يعتبر كأني مرتكب أنا نفس الجريمة. يعني لا يعني إنه لا يوجد مبرر بالقانون بأنه مش أنا نشرت، أنا أعادت النشر. إعادة النشر يعتبر هو كأن النشر قد تم من قبل الشخص ومن قبل. طب هاي المسألة جدا حساسة، والمجتمع دائما ما يلوم على من قام بالفعل وليس من نشر. القانون شو وين بيحاسب؟ بيحاسب الناشر ولا بيحاسب اللي قام بالفعل؟ التنين. اللي قام بالفعل هو ارتكب، قد يكون ارتكب جريمة، وهذه الجريمة إلها عقاب، لكن عقابها بيكون خاضع لأحكام قانون العقوبات إذا كان في هناك نص تجريمي. لا، في حين أنه إذا أنا عدت النشر على المواقع الإلكترونية أصبح هنالك جريمة أخرى، فبالتالي الأول ارتكب جريمة وفق أحكام قانون العقوبات إذا كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والثاني ارتكب جريمة إلكترونية، فبالتالي كلا الطرفين بيكون مذنبين لكن خاضعين لقانون العقوبات. خاضعين لقانون العقوبات، واحد خاضع قانون العقوبات والثاني خاضع قانون الجرائم الإلكترونية. مين اللي بيخضع للجرائم الإلكترونية؟ اللي بيقوم بتحميل المادة على شبكات الإنترنت وإعادة نشرها على مواقع الإنترنت. طب وحالة الابتزاز؟ حالة الابتزاز موضوع مختلف. الابتزاز الإلكتروني هي يعني بعد ما يتم النشر، فبالتالي يتعرض بعض الناس إلى جرائم ابتزاز إلكتروني نتيجة هذه أو نتيجة التصوير من خلال مقابل مالي، أو بالتعريض وبتهديد أنه أنا بدي أعيد نشر هذه المادة. جرائم الابتزاز من الجرائم اللي ما نصش عليها قانون الجرائم الإلكترونية حاليا، إلا أنه المعاقب عليها وفق قانون العقوبات بدلالة نص المادة 15 من الجرائم الإلكترونية وكأن الجريمة ارتكبت إلكترونيا. ومن التعديلات اللي كانت مقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية
إضافة جرائم المتعلقة بالاعتداء على الحياة الخاصة والجرائم المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني. طيب الحياة الخاصة يعني الجرائم اللي تتعلق بالحياة الخاصة بدخل فيها إفساد الرابطة الزوجية؟ ممكن تكون مخرج؟ مخرج يعني بتعرفي هو الواحد عشان ما يصير في عقاب على قانون العقوبات او على قانون الجرائم الالكتروني بصير في بعض بعض القضايا بيتم استغلال هاي الموقف على اساس انه افساد رابطه يعني زوجيه يعني اذا كان في يعني انت بتحكي على بعض القضايا اللي بذهني بعض القضايا اللي بذهني يعني يعني في بعض الحالات بيتم استخدام هذه الصور او الفيديوهات او المحادثات من اجل افساد الرابطه الزوجيه ما بين رجل وامراه وبالتحديدا من أجل إفساد المرأة بأن تلحق برجل الغريب، وهذه بتكون جزء من يعني جزء من الابتزاز، وفي كثير من الجرائم. لكن خلينا نحكي بصراحة لا يكاد يمكن يوم بمر إلا أنا بيجيني تلفونات بحكم العمل إنه والله أنا بتعرض لابتزاز إلكتروني، صار معي 1 2 3. طب يا أخي أنت تعرضت لابتزاز، أنت أخطأت كويس، لا تدع هذه العصابات أن تستمر، بادر بالشكوى إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، قدم شكوى من أجل إيقاف هذا الابتزاز. من خاف؟ في كثير من الناس اللي بتعرضوا للابتزاز الإلكتروني ما زال خائف بمراجعة وحدة الجرائم الإلكترونية أو المدة العامة من أجل شعور بالذنب. هنالك شعور بالذنب وشعور وخوف للمجتمع، وأيضا بيخشى بانه يتم توجيه اللوم له من قبل افراد اللي بيحققوا في الموضوع. فلكن اذا لم اقم وابادر بالشكوى ستستمر مثل هذه الجماعات في الابتزاز، ستستمر مثل هذه الجماعات. فبالتالي انا دعوتي لكل الناس اللي بتعرض يعني قد نخطئ، لكن هذا الخطأ يجب أن لا يتراكم وأن نسمح للآخرين وأن يكون في حد لوقفه. يعني لابد أن يكون هناك حد لوقف مثل هذه الأفعال. أستاذ التشريعات الإعلامية والأخلاقية دكتور صخر الخصاوني، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لك. صباحك. شكرا لك.